توشكا هي أحد أشهر المشروعات القومية في مصر خلال العقود السابقة، لكنها ظلت مثالا للحلم الذي لم يكتمل. كانت توشكا أكبر مشروع استصلاح زراعي ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط، وكان الهدف هو إنشاء واد جديد موازي لوادي النيل القديم في مصر باستصلاح وزراعة 540 ألف فدان حول منخفضات توشكا في الصحراء الغربية جنوب أسوان، لتصل مستقبلا إلى 1,000,000 فدان في إطار خطة الدولة المصرية لتوسيع رقعة المساحة المأهولة بالسكان في مصر من 5% إلى 25%. ورغم إنفاق أموال كثيرة عليه إلا أن المشروع توقف لصعوبات في العمل، كان أبرزها وجود حاجز صخري عملاق بطول 9 كيلومترات يمنع وصول المياه إلى 300,000 فدان، ويتطلب تمويلا وجهدا كبيرا لتجاوزه. الأرض الصخرية جرانيتية، يعني مش كمان الصخرية عادية، كانت مانعة فرع 3 يتعمل مسافة طويلة حقيقة، تم إنفاق ثروة كبيرة جدا من مال المصريين يعني. إلا أن الإدارة المصرية من منطلق الحرص على الاستفادة من كل رقعة أرض تصلح للزراعة قامت بتجاوز هذه العقبة، خصوصا أن أكثر من نصف أرض المشروع صالحة للزراعة. بتقطع في جرانيت 9 كيلو بعرض تحت 20 متر وفوق 40 متر عشان يعدي المية. طب بتنفع كده بتنفع كده؟ ما فيش حل لا غير لازم نعدي منها. أعادت الإدارة المصرية أيضا الفضل لأهله، فالمشروع جرى التخطيط له والشروع في تنفيذه في عهد رئيس الوزراء المصري الراحل كمال الجنزوري. احنا ما عملناش حاجة أكتر من كانت وزارة الري مخططاه، ده شغل الله يرحمه الدكتور كمال الجنزوري. قامت الإدارة الحالية باستكمال العمل في مشروع توشكا ضمن خطة استراتيجية تهدف لزيادة الرقعة الزراعية في مصر لتحقيق الأمن الغذائي وأيضا زيادة الصادرات الزراعية في المستقبل. وستعتمد مصر في مشروع توشكا على زراعة محاصيل زراعية هامة أبرزها القمح، حيث تسعى مصر لخفض فاتورة الاستيراد إلى أقل من 50% وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل. أما الآن إن شاء الله متوقع لما نبدأ عليه مساحات فاتورة بتاع الاستيراد هتقل، فإحنا مركز على محصول القمح ومحصول الذرة الصفراء ومحاصيل الزيتية. ومن توشكا بالصحراء الغربية إلى مشروع الدلتا الجديدة الذي يقع على الساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة، ويهدف لزراعة 1,200,000 فدان، وهو أحد أضخم المشروعات التي تعول عليها مصر لتحقيق الأمن الغذائي والحد من استيراد السلع الاستراتيجية، وأيضا إضافة 30% مساحات زراعية جديدة من صافي أراضي الدلتا القديمة، فضلا عن توفير أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والدجنة والتصنيع الزراعي. كما يستهدف المشروع توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025، بالإضافة إلى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكاني بالوادي والدلتا. ويتميز مشروع الدلتا الجديدة بموقعه الاستراتيجي بالقرب من الموانئ والمطارات، ومنها ميناء الإسكندرية والسخنة ودمياط ومطاري غرب القاهرة وبرج العرب، كما يرتبط بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة منها مدينة السادات وسفنكس والسادس من أكتوبر. وسيعتمد الري في مشاريع توشكا والدلتا الجديدة بشكل أساسي على المياه المعالجة التي حققت مصر طفرات كبيرة فيها بإنشاء محطات معالجة عملاقة لتواكب مشروعاتها الضخمة في الاستصلاح الزراعي. شغالين دلوقتي في برنامج أنا أعتبره هو الأضخم والأكثر تكلفة في تاريخنا لمعالجة المية في مصر، بس هي مش معمولة طرف. هناك أيضا سيناء التي كانت معروفة بأنها أرض قاحلة، إلا أنها تشهد طفرة غير مسبوقة باستصلاح وزراعة 500,000 فدان، تعتبر بمثابة شريان حياة وتنمية في تلك المنطقة الحيوية وتسهل حياة آلاف الأسر هناك. أقدر أقول إن أنا قدرت أوصل حجم الأراضي الزراعية اللي موجودة في سيناء لأول مرة في تاريخها، إن أنا أقدر أزرع فيها 500,000 فدان. مشروعات كبرى لا تقل في تكلفتها والجهد المبذول في إنجازها عن إنشاء السد العالي الذي حمى مصر من أخطار الفيضانات ووفر لها احتياطيا استراتيجيا من المياه، فيما تحقق تلك المشروعات الأمن الغذائي لمصر وتوفر لملايين المصريين أفقا أخضر ومجتمعات جديدة وحياة مستقرة كالتي عاشها أجدادهم منذ آلاف السنين على ضفاف النيل. فهنا يمتد نيل جديد وواد ودلتا جديدان وحضارة يبنيها الأحفاد.